بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا ينابيع اللغة. ما أحلى قراءة القرآن الكريم، وما أعظمه في سكنات الليل وفي الهدوء، حتى في أطراف النهار، وقراءة القرآن الكريم فيها الكثير والكثير من الفوائد، فيها التدبر، فيها التذكرة بالله سبحانه وتعالى ونبيه والمؤمنين وبالجنة والنار والحساب واليوم الآخر، فيها الكثير والكثير. أبنائنا أعزائي المشاهدين في حاجة إلى هذه التذكرة، في حاجة إلى هذا الحفظ، حفظ آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه. طبعا اللغة العربية تنمو دائما كما قلنا في حلقتنا السابقة بتعلم أبنائنا هذه اللغة وبالاحتكاك بها وأيضا بقراءة القرآن الكريم، فنمو اللغة دائما يأتي من الأعلى، يأتي من الله سبحانه وتعالى الذي نأخذ من هذه الآيات الكريمة معاني كثيرة وكلمات كثيرة وتشبيهات بليغة، نتعلم منه الكثير من المواقف ونتدبر فيه وفي معانيه ويصلح حالنا وحال الأمة. النهاردة أعزائي المشاهدين بنقف وقفة مع تعلم القرآن الكريم ومع أبنائنا الأعزاء بنات وأولاد في تعلم اللغة العربية، ومعنا اليوم الأستاذ إبراهيم بيومي عامر، هو شيخ فاضل في دراسات عليا بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، نورتنا وشرفتنا. ومعنا أيضا أعزائي المشاهدين كل من أبنائنا الأعزاء، معنا الطفلة الجميلة شيماء مجدي سليمان، ومعنا الطفل الجميل أحمد مجدي سليمان. أهلا بكم يا أولاد. الحمد لله. أهلا بكم أستاذ إبراهيم بيومي. يمكن لما بيجي نقول مهم قوي تعليم القرآن الكريم ومهم قوي إن احنا نتدبر معانيه، قبل أن نبدأ الحديث عن تعلم الأبناء القرآن الكريم وأهميته، دعنا نبدأ في بداية درسك اليومي مع أبنائنا في تعلم القرآن الكريم وفي الحفظ. نبدأ مع حضرتك ومع بنتنا العزيزة شيماء في قراءة القرآن والاستماع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صراحة لا يجد الإنسان ما يقول في تعليم أبنائنا القرآن الكريم، لا سيما في الوقت الحالي. فالوقت الحالي يعلم جميع المسلمين الآن أن الأمة في حاجة ماسة إلى تعليم أبنائنا القرآن الكريم، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد. فإذا سرت حضرتك والسادة المشاهدين جميعا، نسير في الشوارع ونسمع كلام الأطفال ونسمع أحاديثهم مع بعضهم ونسمع شواغلهم إلى آخره، نجد أن هؤلاء الأبناء لبعدهم عن القرآن الكريم وعدم تعلمهم القرآن الكريم، نجد أنهم ساءت أخلاقهم إلا من رحم الله عز وجل وعصم، وانحرفت سلوكاتهم وسلوكياتهم. ترى ذلك بينا واضحا في شوارعنا، في بيوتنا، إلى غير ذلك. صراحة أنا حين أبدأ تعليم الأبناء القرآن الكريم، أو حين أبدأ يعني شيماء تحديدا، لأن بحفظ شيماء، حين أبدأ معها في القرآن الكريم أستمع منها إلى الآيات في التصحيح، وأعلق على هذه الآيات وأعلمها شيئا من تفسير هذه الآيات شيئا يسيرا، حتى يرتبط الحفظ بالمعنى. فإذا علمت الطفلة مثلا أو الطفل إذا علم المعنى، كان ذلك أوثق في تثبيت الحفظ لديه. فأسمع منها الآيات وأقرأها لها وأعلق عليها تعليقا يسيرا على أحكامها، في صحة قراءتها، الفتحة والكسرة والضمة، النطق، وأعلق على بيان تفسير بسيط لهذه الآيات. دعنا نأخذ يعني 5 دقائق من هذا الأمر التعليمي. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ، نقرأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الضاد بقى، الضاد احنا بنفخم الضاد. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. بسا
بس، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين الإثاء يا شيماء، احنا بن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. حسبك. جميل، أحسنتي، صدق الله العظيم. قرأت في سورة الواقعة، أبدأ معها في شرح خفيف لهذه الآيات حتى يرتبط المعنى بهذه الآيات، حتى يعني يثبت الحفظ في ذهنها. فكلها مع الآية الأولى: إذا وقعت الواقعة، يعني إذا كانت القيامة، إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، لا يستطيع أحد أن يكذب وجودها أو حقيقتها لأنها وقعت بالفعل. تمام. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذ أن اليوم في هذا اليوم، في يوم قيام الساعة، يوم تقوم الساعة، يرتفع شأن المؤمنين وينزل ويخفض شأن غير المؤمنين وشأن الكافرين. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء. إذا رجت الأرض، المعنى إذا رجت الأرض، الرج الهز، الرج الهز، تهتز الأرض. إذا رجت الأرض رجاء، إذا اهتزت الأرض اهتزازا. وطبعا أنت عارفة في اليوم ده، في يوم القيامة، يوم تقلب الأرض غير الأرض والسماوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يجعلنا في هذا اليوم من أهل كرامته سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وبست الجبال بس، ضعفت وهانت، وأصبحت هشة، صحيح. صحيح، كأنها تتطاير. يوم تكون الجبال، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. والجبال أقرب دليل لنا نراه جميعا، الجبال، جبال صلبة وجبال رملية إلى آخره، هذه الجبال أصبحت كالعهن. عارف حضرتك القطن في خفته وهشاشته، أصبحت الجبال هكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا، أمين. وأن يجعلنا في هذا اليوم من أهل محبته ومن أهل جنته إن شاء الله. إن شاء الله. طب نستمع. تفضل نكمل التفسير. تفضل. فكانت هباء منبثة، هباء يعني شيء لا ضعف وهان، منبثة يضعف عن الإقامة، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يذل كل شيء لعظمته سبحانه وتعالى، ويضعف كل شيء عن أن يقف على حقيقته التي كان عليها سابقا. شيء ضعيف، أصبحت السماء ضعيفة، وأصبحت الأرض ضعيفة، وأصبحت الجبال ضعيفة إلى آخره. وكنتم أزواجا ثلاثة، ما هي الأزواج الثلاثة؟ نتعلمها من باقي الآيات. فأصحاب الميمنة هم في الجانب الأول، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ أهل اليمين، الذين هم أهل طاعة الله سبحانه وتعالى وأهل رضوانه، دول أهل اليمين. أهل اليمين اللي هم يتلقوا يوم القيامة كتابهم بيمينهم، هؤلاء هم أهل الرضوان الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أنت حافظ الآية يا شباب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى يعني هو لما ياخذ الكتاب بإيده اليمين هيعني إن هو من أهل الإيه؟ اليمين، أهل الجنة. ومن أهل اليمين، أهل اليمين هم أهل الجنة. الجنة. ماشي؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة التانية، أصحاب الشمال الذين سيأخذون كتابهم صحيفة أعمالهم بإيه؟ شمالهم، بإيديهم الشمال. بإيديهم الشمال. يبقوا من أهل الطاعة ولا من أهل المعصية؟ المعصية. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة إلى آخره. والسابقون السابقون. فأنا في البداية أزواجا هنا هو تعني جماعات، أزواجا، أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة، هو تعني يعني الزوج بمعنى الزوج العدد، ولا تعني الجماعة؟ لا، تعني المجموع، المجموع تعني الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. يعني جماعات جماعات. تمام. يدخلون الجنة جماعات جماعات. تمام. طب نعود إلى ابننا أحمد نجدي، نستمع إلى ترتيله أو إلى قراءته. تفضل. أعوذ بالله.
الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له طبعا عوجا. الإنزال يا أحمد بقى بنطلع لساننا فيها. الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لا لا احنا مع الحق، ما فيش معونا خالص. أجرا حسنا، ماكثين فيها أبدا. لا فيه ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذوا الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم، أحسنت. طبعا العناية والرعاية للأطفال الشغل الشاغل لحضرتك وللأسرة أيضا التي يعني في كنفها هؤلاء الأطفال الطيبين، هذه الأسرة الطيبة. كيف ترعى الأطفال وكيف نهديهم إلى طريق الاستقامة؟ وهل هناك منهج تربوي خاص بهذا الهدي؟ صحيح، نعم، هو البداية تكون من المدرسة الأولى، المدرسة الأولى التي هي الأسرة، متمثلة في الأب وفي الأم، ونركز أكثر على الأم، لأن حضرتك تعلم والسادة المشاهدين أن الأب يسير في عمله ويخرج من صباح يومه، يأتي في مسائه ويأتي متعبا، ويعني لا يكاد يأكل الطعام، ثم إذا به ينام ليستيقظ وليذهب إلى عمله، وهكذا العجلة تدور. فنركز أكثر على جانب الأم، فالأم هي حاضنة هؤلاء الأبناء، هي المعلمة الأولى لهؤلاء الأبناء. فإذا فقهت الأم منهج تعليم أبنائها القرآن الكريم سيكون أبناؤها فعلا من أهل القرآن الكريم. أما إذا كانت الأم لا تعلم شيئا عن ذلك، وثقافتها تسعى إلى مجرد أن تهتم بنفسها وفقط، أو أن تهتم بالأبناء أيضا في تعليمهم غير القرآن الكريم مثلا، أو في تهتم بأبنائها في تعليمهم لغات، أو في يعني تربية أجسادهم بتعليمهم الرياضة فقط، يعني على حسب ثقافة الأم. فنحن نركز على جانب الأم أيما تركيز. إذا كانت الأم عندها في فطرتها دينا سويا مستقيما، ابتداء من أول وهلة ينطق ولدها في الطفل الصغير حين يبدأ النطق تعلمه ابتداء القرآن الكريم. طبعا ليست كل الأمهات على قدرة أو على دراية كاملة بالقرآن الكريم لتعليم أبنائها، إنما ستقرأ عليه، إن لم تستطع القراءة تسمعه القرآن الكريم عن طريق الكمبيوتر أو إلى آخره، بأي وسيلة كانت يسمع الطفل القرآن الكريم. بدأ الطفل في أن يتحرك وفي أن يمشي وفي أن يستطيع أن يذهب إلى شيخ مثلا، أو إلى أن يذهب إلى دار لتحفيظ القرآن الكريم، أو إلى الكتاب في القرية. يبقى على الأم في هذا الوقت أن تذهب بهذا الابن أو بهذه البنت إلى الشيخ المعلم في الدار أو في المدرسة أو في الحضانة أو في الكتاب أو في دور التحفيظ إلى آخره. أستاذنا يعني اسمح لنا نأخذ فاصل سريع ونعود معك ومع السادة المشاهدين نستكمل هذا الحوار البناء وتعليم أبنائنا القرآن الكريم والتلاوة الصحيحة. ابقوا معنا وتابعونا. عودنا معكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ومع تحفيظ أبنائنا القرآن الكريم، لأن هذا التحفيظ وهذا الحفظ لأبنائنا سيحفظهم ويحفظ لغتهم اللغة العربية أو لغتهم اللغة العربية. أستاذ إبراهيم بيومي، يمكن لما كلمنا على دور الأسرة لقينا أن دور الأسرة كبير ويتعاظم دائما، لأن وخصوصا الأم دائما تحتوي الأبناء ودائما هي يعني التي تطلع بشؤون البيت ورعاية الأولاد حتى يأتي الزوج حتى يعلمهم هو الآخر ويشارك في تعليمهم وتأديبهم. الجانب الذي نريد أن نوضحه من خلال كيف ندفع أولادنا إلى التميز والتفوق وسلامة النطق، هنا القرآن الكريم يعني يصحح أخطائنا
اللغوية ويصحح كمان التعبيرات البلاغية أو التعبيرات والتشبيهات التي يمكن أن ترد علينا من القرآن الكريم. هو أيضا يعطينا المثل في هذا الأمر. كيف نصحح نطق الأطفال؟ وهل لنا أن نبدأ بالتصحيح مع خروج الحروف ومخارج الألفاظ، ولا إيه اللي بيتم بالتحديد؟ إذا أراد المرء أن يتحدث عن أهمية القرآن الكريم، لأن الإنسان لا يصنع شيئا إلا إذا عرف أهميته. تمام. فإذا عرف الآباء أهمية تعليم أبنائهم القرآن الكريم سعوا إلى ذلك سعيا حثيثا. تمام. إذا كانت هذه الأهمية في علمهم سيفعلون لذلك قصارى جهدهم بالمال أو بسعيهم هم بنفسهم أن يأخذوا أبنائهم إلى مشايخهم أو إلى معلميهم أو إلى آخره. الأهمية إذا لم يكن في حفظ القرآن الكريم أو في تعليم أبنائنا القرآن الكريم أهمية سوى أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى فحسب، فكفى. يعني يكفي في تشجيعا للآباء والأبناء في تعليم أبنائهم القرآن، يكفي لهذا التشجيع أن يعلموا أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولده في بيته يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أو الأم تقرأ لولدها أو لابنتها القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، أو الأب يعلم أبناءه كلام الله سبحانه وتعالى. فكفى بالمرء دافعا لتعليم ولده وابنته القرآن الكريم أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. الله. بل يزيد على ذلك أن القرآن الكريم هو سبيل تصحيح كلام هؤلاء الأبناء. تمام. يعني يساهم في سلامة نطقهم وفي سلامة فهمهم وفي سلامة نطقهم للألفاظ. أرى ذلك بينا. كنت في مرحلة الابتدائي، كان أحد إخواننا حفظه الله وبارك فيه والشيخ دلوقتي إمام مسجد ما شاء الله، كان حافظا للقرآن الكريم في سن العاشرة. تمام. فكان هذا الأخ الآن رجل إماما كبيرا، كنا في هذه الطفولة كان أحسننا نطقا وكان أجودنا سليقة في الكلام، فكان المدرسين دائما يعني يمدحونه ودائما ينصحون بأن نكون كمثل هذا الشيخ الكبير الآن. فأرى أن القرآن الكريم يساعد على سلامة نطقهم. لماذا؟ لأنه أبلغ كلام وأفصح كلام على وجه الإطلاق. أبلغ كلام على وجه الإطلاق هو القرآن الكريم. فإذا تعلم الولد القرآن الكريم الذي هو أفصح كلام وأبلغ نطق، من ثم تصحح وانصلح وتعدل نطق الأبناء للقرآن الكريم، ومن ثم سيتعدل كذلك نطق الأبناء لأي شيء يقرؤونه بالعربية. صحيح. هناك بعض الحروف تأتي من أبنائنا يعني غير واضحة وغير صحيحة في خروجها. هل نبدأ بتعليم الطفل ما أخطأ فيه من حروف حتى نؤكد هذه الحروف ثم نبدأ في تعليمه، يعني ولا هو أثناء القراءة أو أثناء الحفظ نصحح لهم هذه الأخطاء؟ والله وحضرتك هذه المسألة تتوقف على عمر الطفل. الطفل في البداية إذا ما بدأ النطق يسمع القرآن الكريم، يسمع يعني الأم تسمعه أو الأب يسمعه القرآن الكريم، وطبعا الطفل في هذا الحال لا يستطيع أن يتكلم بالقرآن لكنه سيستمع إلى القرآن. بعدها بوقت يستطيع الولد مثلا أن يتكلم، يقول أبي وأمي وإلى آخره. في هذا الحال يبدأ الأب في إنطاق ولده القرآن. يبدأ يخليه ينطق القرآن، يبدأ يخليه يقرأ القرآن. منذ متى؟ من أي عمر نبدأ معه؟ هو الولد سيقرأ، لن يقرأ من المصحف. لا، إنما سيقرأ الولد من نطق أبي، يقول اقرأ يا أخي، اقرأ يا ولدي مثلا، اقرأ خلفي، حتى يتعلم القراءة. يستمع من أبيه ويقرأ كما يقرأ يردد الوالد. تمام. لأن الوالد في هذا السن، طبعا الوالد لما يكون عنده سنة ونص أو سنتين، الأب مش هيقدر يوديه لشيخه ليحفظ القرآن مثلا، أو مش هيقدر يوديه لمصدر تحفيظه القرآن الكريم أيا كان. ففي هذا الحال عشان كده ركزنا على المدرسة الأولى التي هي الأم والأب في البيت، بنقول ان هو هيسمعه القرآن، يقول له اقرأ ورايا سورة الفاتحة، تعال نتعلم سورة الفاتحة، الفاتحة ما جه صلي بقرأ سورة الفاتحة، تعال نتعلمها سوا. فهيبدأ الأب يقرأ على ولده والولد يسمع من أبيه، فيتعلم أن هذا القرآن وأنه لابد أن ينطق هذا القرآن كما ينطقه والده في هذا الوقت.
فإذا تعلم الولد النطق في هذا الوقت من أبيه بعد ذلك سيكبر الولد، وفي هذا الحال يستطيع الوالد أن يرسله إلى شيخ. ليه؟ لأن الشيخ هو الكفيل بأن يعلم الولد. لأننا لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه على علو مقامه صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن، سمع القرآن صلى الله عليه وسلم وتلقاه من جبريل عليه السلام، حتى قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق على وجه الإطلاق يتلقى القرآن الكريم. فإذا أردنا أن نعلم أبناءنا بعد أن وصل سنهم إلى مرحلة الحركة ويستطيعون أن يصلوا إلى مكان تعلم القرآن، نذهب بهم إلى الشيخ أو إلى المعلم. لماذا؟ لأنه أدرى الناس بتعليم الأولاد القرآن الكريم. كما أنك إذا حدث عندك مثلا مشكلة في الكهرباء فبتجيب الكهربائي، حصلت عند حضرتك مشكلة مثلا في السباكة فبتجيب السباك. هكذا القرآن الكريم، إذا أردت أن تعلم ولدك وإذا أرادت الأم أن تعلم ولدها القرآن الكريم تذهب به إلى الشيخ المعلم في وقت يستطيع الولد فيه أن يتحرك، ويستطيع الولد فيه أن يتكلم، أو تستطيع البنت فيه أن تتكلم. تمام. فبالتالي في هذا الوقت ستؤتي سيؤتي التعليم ثمارة، ويستطيع الولد في هذا الحال أن يتعلم من شيخه القرآن الكريم ابتداء سماعا، ثم بعد ذلك تعليما للولد مع إلى جانب السماع شيئا من اللغة العربية، الحروف حرف ثم حرف ثم حرف إلى آخره، حرف تلو الآخر، يستطيع الولد في النهاية أن يحفظ الحروف كلها، ويستمع كذلك في خلال حفظه لهذه الحروف يستمع إلى شيخه في القرآن الكريم، ويستمع إلى الكبير وهو يقرأ القرآن الكريم من الزملاء يعني. يعني يرغب الولد في أن يكون كمثل هذا الذي يقرأ القرآن. الله. أستاذ إبراهيم بيومي، يعني يقال أن من يقرأ القرآن من الأطفال أو من الكبار حتى لا يجد صعوبة في تشكيل الكلمة سواء كان في النحو أو الصرف، ثم أنه بالصليقة عندما يقرأ فإنه يقرأ مضبوطا وليس فيه أي نوع من الخطأ. مدى صحة هذه المقولة؟ وهل بالفعل تتأكد ونصبح في غنى عن تعلم النحو والصرف بقراءتنا للقرآن تجويدا؟ هو حقيقة القرآن الكريم ذوق. يعني تجد العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستمع القرآن الكريم، وإذا نطق الشيخ أو إذا يعني أخطأ الشيخ في قراءته، بمعنى أنه انتقل من آية لآية تانية، اختلط عليه الأمر أو نطق بآية مشابهة مثلا، ترى أن هذا الرجل ترتعد فرائسه، يتعجب، هو في حاجة غلط، هو مش فاهم إيه الخطأ تحديدا، غير أنه علم أن هناك خطأ. فإذا به فعلا يلاحظ أن الشيخ أخطأ ويرد واحد تاني عليه إذا كان في صلاة أو إذا كان في قراءة أو إلى آخره. فاللغة القرآن الكريم ذوق، هذا الذوق لم يحرم الله سبحانه وتعالى منه أي إنسان، المتعلم وغير المتعلم. تمام. لكن إذا أردنا أن نتعلم القرآن الكريم لابد أن نبدأ باللغة العربية. ليه؟ لأننا إذا فهمنا اللغة العربية، لا أقول أن نتخصص جميعا في اللغة العربية، إنما نقول نفهم ابتداء يعني أساسيات اللغة العربية. هذا حرف وهذا اسم وهذا فعل، هذا مرفوع وهذا منصوب، لكن صرف الكلمة يعني ضبط داخل الكلمة في حروف الكلمة الداخلية وليست آخر حرف كما نقول في الإعراب، هنا هذا الضبط يعني يعطينا كأننا على يعني على سلم موسيقي نضبط الكلمات ضبطا تلقائيا طالما أننا نحفظ القرآن ونردد القرآن وآياته. صحيح. هذا هو شأن القرآن الكريم، لأنه أفصح كلام على وجه الإطلاق. حين يستمعه الإنسان أو حين يقرأه الإنسان يرى أنه ينتقل كأنه في حدث يعيشه بنفسه. كلما انتقل من آية إلى أخرى وجد كأنه يعيش في خضم هذه الآية أو في خضم هذا الحدث الذي تنقله وتقرأه هذه الآية. فهذا الحال يعني أن الإنسان بأي إنسان يستطيع أن يفهم القرآن الكريم وأن يعيش أحداثه، لكن الأساس أنه لابد أن يتعلم حتى يصير في الفهم على درجة عالية. فيتعلم اللغة العربية، يتعلم أساسيات اللغة العربية، يستمع إلى المشايخ. يعني لا عيب أبدا في أن يذهب الوالد إلى شيخ مسجده مثلا ويقول له علمني القرآن، يقول له علمني كيف أقرأ القرآن، يقول له علمني كيف أفهم القرآن الكريم. لأن الوالد
مسؤول عن أهله جميعا وخصوصا أبنائه. وهنا أنا أريد أن أذكر السادة المشاهدين بأن تعليم الأبناء القرآن الكريم واجب على الآباء، ليس أمرا في الدين نافلة، إنما هو واجب على الآباء. صحيح. وحق للأبناء على أبائهم. صدق. حق الولد على ولده أن يعلمه القرآن الكريم، ليس هذا فحسب، إنما يعلمه سائر العلوم. لا أقول أن الإسلام خصنا بالقرآن وقال تعلموا القرآن وفقط، لا، إنما علمنا القرآن الكريم أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالأولويات. تمام. دكتور أستاذ إبراهيم، يعني أنا بشكر حضرتك يا فندم يعني على مجهوداتك، وأريد أن أختم هذا اللقاء بكلمة سريعة من شيماء. شيماء، حبك للقرآن الكريم ومتابعتك للقرآن الكريم، يعني هل تجدي صعوبة في تعلم القرآن الكريم بصراحة؟ أحيانا. هل يعني تشاركك ماما بابا في البيت في تعلم القرآن وفي حفظه وتدبره؟ فهم معني؟ نعم. برافو عليك، أحسنتي شيماء. أحمد، يعني أنت الأخ الأكبر لشيماء، قل لي يعني حبك للقرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم، يعني هل أنت معتاد على القراءة يوميا بشكل يومي كورد مثلا؟ أنت عارف يعني إيه ورد الأول؟ طيب، هل تعتاد على قراءة القرآن يوميا؟ أنا كنت أعتاد عليه وأنا صغير، فأنا في أصغر من شيماء، فكنت أذهب إلى شيخ المسجد يعلمك القرآن. في دراستنا في المنهج الدراسي هناك آيات قرآنية للحفظ، هل تجد صعوبة في حفظها بعد أن تعلمت قراءة القرآن؟ لا، لأن من تعلم القرآن صغيرا لا يجد صعوبة وهو كبير. أحسنت أحمد، بشكرك وبارك الله فيكم. أستاذ إبراهيم بيومي، بشكر حضرتك يا فندم على مجهودك مع أبنائنا الطلاب، ويعني أستحس طاقاتك الإبداعية دائما في تعليم أكبر عدد ممكن من أبنائنا، فهم في حاجة إلى هذا التعليم. شكرا لحضرتك. الله يخليك. أعزائي المشاهدين، تعرفنا على كيف نتعلم القرآن، تعرفنا على أهمية القرآن في حفظ اللغة العربية. يمكن هذه الحلقة أكدت لنا أن إذا أردنا أن نعلم أبنائنا اللغة العربية ليصبحوا متفوقين في الدراسة، يصبحوا قادرين على النطق الصحيح في تعلم اللغة العربية، حتى التعلم بيسر وسهولة في كل المواد والعلوم، فنبدأ باللغة العربية، والأحق أن نبدأ بالقرآن الكريم تعلما وتأدبا منه، وأيضا اتجاها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة، لكم مني ألف تحية وإلى اللقاء.